تركع ركعتين تحية مسجد مباشرة حتى يتسنى لك أن تسمع الخطبة كاملة. 16. من أخطاء الناس في يوم الجمعة الكلام أثناء الخطبة. تلاقي حد تلاقي ناس بتتكلم، واللي يتكلم يبقى لغى، أو عمال يعبس بالحصى أو يطلع القلم ويعبس بيه ويطلع نظاره ويقعد يمسح فيها من غير داعي، أو يطلع التليفون ويقعد يلعب في التليفون أثناء الخطبة، هذا لغى، لا جمعة له. لما رواه الأربعة وصححه الألباني عن أوس بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع واستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. ولما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت، هو بيقول اسمع اسمع، يبقى أنت كمان لغوت. لغوت لغوت يعني يعني لا ثواب لك في الجمعة، لا ثواب لك فيها، يعني صليها ظهر لا تصليها جمعة، لكن ذهب لغوك.